جاهزة ليروف أند ريسينج. انطلق الشوط الأول على كاس باتيلكو انطلاقة بطيئة لمحايدة من البداية، بينما المرشحة الثانية عسير هي التي تتصدر سباق من البداية، بينما تلحق به ثانيا جديل مع الفارق جيمي كوين هاي رولر في المركز الثالث، بينما المرشحة الأولى السعيدة في المركز الرابع، لزام تأتينا خامسا، والمركز السادس ذا نيم أوف ذا جيم، والمركز السابع هنالك أيضا لدينا شامل بقيادة جيرالد فرانج، والمركز السابع هنالك محايدة بقيادة الفارس أنس السيابي، وأيضا فردية في المركز التاسع، بينما حتى الآن نموذج في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول عسير مع الفارس بريد دوي، لا زالت هي التي تتصدر السباق سلالة بلو ستار وموازين. المركز الثاني إذا هنالك جديل وأيضا هاي رولر، هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا زالت عسير هي التي تتصدر السباق. المركز الثاني انطلقت جديل مع الفارج، والمركز الثالث السعيد المرشحة الأولى في هذا السباق، هنا انطلاقة عسير لا زالت هي التي تتصدر السباق من بدء الانطلاقة، ومحاولات أيضا من قبل جديل بقيادة الفارس جيمي كوين، ومحاولات أيضا من المرشح الأول السعيد قادمة بقوة مع الفارس حسين مكي. إذا أيها المتابعون الكرام، عسير لا زالت هي التي تتصدر السباق، ومحاولات أيضا من قبل السعيدة وجديل. فعلا أيها السيدات والسادة، السعيدة وجديل، السعيدة وجديل في دخول ثنائي على خط النهاية. يبدو لأن السعيدة هي من خطف صدارة الشوط الأول، فبانتظار الصورة وبانتظار النتيجة من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية.